بدأ تحية طيبة لك ولكل متابعيك الكرام. لا طبعا بالتأكيد لا يؤثر، لأن مفوضية الانتخابات الحالية التي تعتبر من أفضل المفوضيات شكلت وأشرفت على الانتخابات الأولى عام 2005 إلى الانتخابات الأخيرة 10/10/2021. لكن المشكلة أين؟ المشكلة اليوم المفوضية شيء وقانون الانتخابات شيء آخر. بالتالي المفوضية ينبغي أن لا يتم استبدالها كل 4 سنوات، لأن هي مفوضية دائمية، ينبغي على الأقل تبقى 8 سنوات، أي دورتين لمجلس النواب ودورتين لمجالس المحافظات، حتى يمتلكون ويحصلون على الخبرات الإدارية والمالية والانتخابية، وهذا ما موجود في أغلب دول الديمقراطية. أما كل 4 سنوات يتم استبدالهم وتأتي مجموعة من المفوضين، هذا غير صحيح. لكن تعلم اليوم المحاصصة والمنسوبية والمحسوبية التي جرت وسرت في الدولة العراقية جعلت هناك نوع من التخبط بالقرارات مرة وبالقوانين مرة أخرى، لكن كل المؤشرات والمعطيات بأن هذه المفوضية وحسب الاستطلاعات التي أجريناها هي قد نجحت بالإشراف وإدارة انتخابات 10/10/2021. يعني تعتقد أستاذ نجم أننا لن نحتاج إلى تشريع قانون جديد للمفوضية باعتبار أن المفوضية أدت ما عليها وأن ما تبقى هو ليس من مسؤولياتها؟ لا بالتأكيد نحتاج، يعني تشريع القوانين وتحديثها بالتأكيد نحتاج. لكن تعلم اليوم اكو قوانين اهم من هذا القانون، هو قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون الاحزاب التي تحصل على اموال لربما البعض منها متهمه من خارج العراق، بالتالي تطبيق القانون من اين لك؟ هذه تشريع قوانين او تحديث القوانين التي الان الدوله العراقيه تعتمد على قوانين قبل 2003، بالتالي هذا يكون نوع من الارباك والارتباك بتطبيق القوانين، لان القانون لا يحتاج الى التشريع بقدر ما يحتاج الى التطبيق هنا خصوصا بالحديث